مساء الخير. نشرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم تحقيقاً عن هجرة الأطباء اللبنانيين الكثيفة لأنهم فقدوا الأمل بتغيير ممكن في بلادهم. هذا ليس موضوعنا، ولكن فقط إشارة إلى إدراك الجميع باستحالة التغيير في لبنان في ظل وجود هذا النظام الطائفي والزعامات المتوارثة وهيمنة سلاح حزب الله. والأهم من كل ذلك الثقافة السائدة بالوقوف وراء زعيم الطائفة. ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم وبعد مرور سنة وخمسة أيام على انطلاق الثورة في لبنان، يعود سعد الحريري رئيسا للحكومة من جديد في هذا البلد الذي لا يحكمه اليوم إلا حزب الله. 370 يوما من عمر اللبنانيين راحوا على الفاضي، وكأن شيئا لم يكن، وكأن لبنان لم يحترق، وكأن الانفجار لم يهدم نصف بيروت، وكأنه لا فقر ولا جوع ولا فساد في هذا البلد. شعار كل يعني كل لم يتحقق لا هو ولا غيره من الشعارات ولا أي هدف من الأهداف التي خرج من أجلها اللبنانيون. لم يتزحزح أحد من مكانه، ولم ينزل أحد عن كرسيه، والشعب مل واستكان وتعايش مع الفقر والذل والهوان، وأرطة الفساد كلها راجعة، والفضل في كل ذلك يعود لكل لبناني متمسك بزعيمه، ولكل لبناني نزل إلى الشارع ضد طرف واحد. على كل حال وعود على بدء، فإن الحريري رئيساً للحكومة وبتسمية من كتل المستقبل والحزب الاشتراكي وتيار المردة وحركة أمل وعدد من الكتل الوسطية والنواب المستقلين، بينما لم يسمي التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون الحريري. نتيجة خلافات سياسية حادة بين الحريري ورئيس التيار جبران باسيل، كما لم يسمه حزب الله، لكن البعض تحدث عن موافقة ضمنية من الحزب لعودة الحريري. فهل سيكون سعد الحريري واجهة حزب الله لحكم لبنان؟ وكيف ارتضى ذلك؟ هل صحيح أن تكليف سعد جاء مفروضا من الخارج؟ وهل صحيح أنه ضربة لميشيل عون ولصهره؟ هل سيكون سعد قادرا على تشكيل حكومة مستقلة؟ حكومة اختصاصيين ترضي الدول الغربية وترفع العقوبات عن لبنان؟ كيف وافق اللبنانيون؟ ما الذي تغير إذن بعد كل هذه التضحيات وكل هذه الكوارث التي حلت على لبنان؟ وما الذي سيتغير إن كان من ثار عليهم اللبنانيون هم نفسهم من عادوا لحكم لبنان؟ وماذا أيضا عن الثنائي الشيعي الذي عرقل حكومة أديب متمسكا بتسمية الوزراء وبحقيبة المالية؟ هل تخلى عن تغنته؟ أم أنه منذ البداية كان يريد التعطيل للوصول إلى الحريري مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة؟ مرحباً بكم إلى التفاصيل. وبعد أن أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الخميس الواقع فيه 22 تشرين الأول 2020، وبعد أن تشاور مع دولة رئيس مجلس النواب وأطلعه على نتائجها رسمياً، استدعى فخامة الرئيس عند الساعة الواحدة والنصف السيد سعد الدين الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة. أتوجه بالشكر إلى زملاء النواب، وبخاصة إلى الذين شرفوني بتسميتي لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية. وأتوجه إلى اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس بأنني عازم على الالتزام بوعد المقطوع لهم بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا، وعلى إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت.
أرحب بضيوفي جميعا من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طوني أبي نجم، بضيفي أيضا من بيروت الأستاذ أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي، وبالأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي. طبعا أستاذ أسعد غير جاهز، سيجهز بعد قليل. أرحب بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك الأستاذ فيصل عبد الساتر. وأخيرا عاد الحريري طواعية أو مرغما ليكون رئيسا للحكومة، أليس هذا هو لسان حالكم اليوم؟ مساء الخير لك ولضيوفك ولكل المشاهدين، شكرا لهذه الاستضافه. طبعا يعني هو لم يعد لا طواعيه ولا مرغبا، الحريري هو مرشح يعني دائم لرئاسه الحكومه، ومرشح محتمل ومرشح من حقه وهو يمتلك كتله نيابيه ان يترشح لرئاسه الوزراء، وخصوصا بعد ان فشلت المحاولات السابقه، فشل اللبنانيون والكتل النيابية في الاتفاق على مرشح يخرج لبنان من هذه الأزمة. ربما رأى الحريري أنها الفرصة المناسبة لكي يعود ويترشح من جديد، وهذا الذي حدث. صحيح أن الأصوات يعني ضئيلة قياسا ب يعني رؤساء الحكومات السابقين وعملية تشكيل أو عملية تكليف رؤساء وزراء لتشكيل الحكومات، لكن هذا افضل، يعني افضل من ان يبقى الوضع كما هو عليه. اما بالنسبه لما ورد في مقدمتكم وفي التقرير، فطبعا هذه الاسئله توجه وتسال، ومن حق اي احد ان يسال لماذا تحرك كل هذا الشارع، سواء كان حرك باهداف معينه او من خلال جهات معينة، أو تحرك تلقائيا نتيجة الوضع القائم، وهذا لا يمكن لأحد أن ينكره على الإطلاق. لكن هؤلاء ذهبوا بعيدا في الرهانات على أنهم يستطيعون أن يغيروا الواقع اللبناني بمجرد أن يقوموا بمظاهرة هنا وهناك. الحقيقة أن الشعارات كانت كبيرة جدا، والآمال كانت يعني مخيبة، أو إذا بدك النتائج مخيبة للآمال، وهذا ما قاله السيد نصر الله في الأسبوع الأول من التحركات، عندما قال نحن لسنا مع إسقاط الحكومة ومع تحقيق المطالب. لكن أثبت اليوم أنه أعاد الحكومة إلى موقعها. وكنت بدي أسألك، ما الذي حققه سعد الحريري ولم يستطع لا حسن دياب ولا مصطفى أديب من تحقيقه؟ يعني بمعنى كان حزب الله وحركة أمل طبعا متمسكان بحقيبة المالية وتسمية الوزراء الشيعة في أي حكومة، ما الذي تغير اليوم؟ لم يتغير شيء على الإطلاق. وبالتالي على الحريري أن يرضخ لشروط التكليف، شروط التأليف. ولا أعتقد أن الحريري يستطيع أن يهرب من مثل هذه القضية. ما لم يعطى لأديب لن يعطى للحريري بطبيعة الحال. كلام مهم جدا أستاذ فيصل، أفهم من كلامك أن الحريري اليوم عندما يقول سأسعى وعازم على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، أغفل نقطة تعهداته للثنائي الشيعي؟ أولا لم يتعهد بأي شيء، وليس مطلوب منه ولا من غيره أن يتعهد. هذا هو من حق القوى السياسية التي تساهم في تشكيل الحكومات. بالأساس لم يكن هناك أي اتفاق بين الحريري وبين الثنائي، سواء حزب الله وحركة أمل أو أي فريق آخر. بعد ذلك علمنا أن ليس هناك المشكلة، ليست في الاختصاصيين أو الأخصائيين، المشكلة في أن رؤساء الوزراء الأربعة سابقا وبينهم الحريري كانوا تحت شعار أو تحت ستار المبادرة الفرنسية، يريدون هم أن يسموا الوزراء لكل المكونات التي تتشكل منها الحكومات. وهذا الأمر لم يوافق عليه لا حزب الله ولا حركة أمل، وبالطبع لم توافق عليه الجهات الأخرى. لكن عندما يقول حكومة اختصاصيين غير حزبيين، هذا الأمر لم يكن مكان إشكال. اليوم هو عاد نفس الكلام، اختصاصيين غير حزبيين، وبالتالي ليس هناك مشكلة في هذا الأمر. المشكلة في أن الرئيس الحريري هو من كان يريد اختيار الوزراء من الشيعة أو من السنة أو من المسيحيين إلى الحكومة، وهذا الأمر هو الغير مقبول. أما أن الحكومة أو أن شروط الحكومة أو أن رئيس الحكومة، بس قلت لي ما لم يعطى لأديب ولدياب لن يعطى
حاليا للحريري. إيه لن يسمي هو الوزراء الشيعة إذا كنا نتحدث هنا عن حزب الله وحركة أمل، لكن هذا الأمر يعني ربما وإنما من سيسميهم، بس لنكون شوي واضحين قدام مشاهدينا أستاذ فيصل، من سيسميهم؟ من هو الذي يمثل هذه الطائفة وهذا المكون في عملية النظام الطائفي؟ هو سيسمي وزراءه. هلأ مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا تكون الأسماء حزبية حتى يعني يكون هناك نجاح للعملية، لكن دعني أقول لك بكل صراحة يعني ما تفضلتم به أن حزب الله هو الذي يشكل وأن حزب الله هو الذي يؤلف، هذا غير صحيح على الإطلاق وهذا غريب عن الواقع. يعني لو كان الأمر كما تفضلتم فلماذا حزب الله لم يسمي الحريري وهو لم يسمى في السابق الرئيس حسان دياب ولم يسمي حاليا الرئيس الحريري؟ هذا ليس إشارات ضمنية أو تحت الطاولة. هل هذا ليس بالأمر الضروري طالما أن نصاب اكتمل وأن حركة أمل يعني كملت النصاب، صح ولا لا يا أستاذ فيصل؟ هذا أمر من حق الكتل السياسية. حزب الله درجة في كل الاستحقاقات الحكومية، لم يسمي إلا مرة واحدة الرئيس حسان دياب، ولم يسمي رفيق الحريري، لم يسمي حزب الله، ولم يسمي سعد الحريري، ولم يسمي تمام سلام، ولم يسمي ميقاتي. يعني عمليا هذا هو ديدن حزب الله. المشكلة ليست في التسمية بالنسبة لحزب الله، المشكلة هي في المقاربة التي يحملها الرئيس المكلف. وإلا يعني البعض خرج في لبنان اليوم ليقول أن حزب الله ضغط على الأطراف. لماذا يريد أن يضغط على الأطراف ما دام هو يستطيع أن يؤمن نصابا بالمعنى العددي إذا صح؟ ومقاربة سعد الحريري، مقاربة سعد الحريري تروها منصفة؟ نحن حتى الآن لم يعني أتحدث هنا يعني كيف يرى حزب الله هذا الأمر. الأمر مرهون بما يعني سيقوم به الرئيس الحريري من اتصالات ومشاورات غير ملزمة مع الكتل النيابية في اليومين المقبلين. بس هذا الموضوع تم يعني بمبادرة عون، التأليف قبل التكليف. لا أبدا، ليس هناك من شيء على الإطلاق في هذا الأمر. لا يتوهمنا أحد. ربما يكون مقاضي التأليف أصعب بكثير، وربما تدخل الكثير من المشكلات الآن على خط التأليف، وهذا هو متوقع إلا إذا كان فعلا هناك يعني من وضع عقل الرحمن في رأسه ويريد أن يخرج لبنان مما هو فيه. أما مقاربة الرئيس الحريري فهي مقاربة لازمة ومقاربة اضطرارية على حسب ما يقول العلماء العارفون بالوضع الاقتصادي وهي بالتسمية وبالأحرف بالأرقام حقيبة المالية. نعم. حقيبة المالية لحزب الله لأشخاص حزب غير حزبيين شكلا ولمرة واحدة. لا أبدا، ليس من حق الحرير لا أن يقول لا مرة واحدة ولا مرة ثانية ولا مرة ثالثة. يعني هذا ما قاله الرئيس الحريري أعتقد أنه شطط سياسي لا أحد يقبل به. المسألة ممكن كان الثنائي يتخلى عن وزارة المالية لو لم يكن هناك شروط استباقية وضعها رؤساء الوزراء الأربعة ومن بينهم الحريري الذي جاء إلى الرئيس بري وقال له أعطيك وزارة المالية لمرة واحدة. أولا وزارة المالية ليست حكرة لا للشيعة ولا لغير الشيعة، لكن هنا نتحدث عمن كان يريد أن يفرض شرطا لازما على الثنائي حزب الله وحركة أمل، وهذا ما كان موقع رفض من الفريقين على ما طرحه الرئيس الحريري. وإلا قبل العقوبات الأمريكية على الوزير علي حسن خليل وعلى الوزير يوسف نيانوس كانت المفاوضات ماضية باتجاه أن الرئيس بري وحزب الله لا يعارضان بأن لا تكون وزارة المالية معهما، لكن مع حصول العقوبات تشدد الثنائي في هذا الأمر على اعتبار أن هذا الأمر كان رسالة أمريكية قاسية جدا وغير مقبولة، وكان يريد الطرف الشيعي بين قوسين أن يظهر للأمريكيين أنه لا يستطيع أن يفرض على الثنائي في لبنان أي شيء حتى لو كان هناك عقوبات. طيب أرجو منك البقاء معنا أستاذ فيصل. طبعا أرحب بضيفي الذي انضم إلينا حاليا من بيروت أيضا أستاذ أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي، وأتوجه أيضا للأستاذ طوني أبي نجم الكاتب والمحلل السياسي. لا يمكن الخروج من الأزمة في لبنان طالما أن الحريري موجود على رأس الحكومة،
اليوم الوضع في لبنان خطير، ووجود الحريري يعني ليس إنقاذ للبنان بما معناه، ولكن استمرار لكل ما سبق ولهيمنة حزب الله. هذا ملخص كلام قرأته لحضرتك في أحد الصحف في مقال تفصيلي. لماذا أسعد الحريري اليوم؟ يعني أتفهم أن الطائفة السنية اليوم ترى في الحريري أنه رجل التنازلات، يستمر كل فترة وأخرى بتقديم مزيد ومزيد من التنازلات على حساب أبناء طائفته، ولكن شخص مثلك عندما يتحدث أن الحريري اليوم كارثة تضاف إلى لبنان، لماذا؟ يعني بداية لابد من أن أصحح معلومات ضيفك الكريم. حزب الله سمى نجيب ميقاتي في العام 2011 في كانون الثاني 2011، وحزب الله سمى سعد الحريري في الحكومة الأخيرة التي شكلها سعد الحريري، واختار مصطفى أديب من ضمن ثلاثة أسماء مرشحة، صحيح، ومنحه الأصوات، وبالتالي حزب الله صحيح لم يسمي رفيق الحريري يوما، لكنه سمى سعد الحريري وسمى نجيب ميقاتي. أما موضوع عدم التسمية اليوم فبكل بساطة هناك اتفاق ضمني سابق، المطلوب عدم إحراج سعد الحريري تجاه المجتمع الدولي، تجاه الأمريكيين والسعوديين في الشكل، من أجل عدم القول أنه مرشح حزب الله، وهذا أمر مفهوم يعني في السياسة، هذا أمر مفهوم. أما يعني القول أن حزب الله والثنائي الشيعي قال للأمريكيين لا يمكن أن تفرضوا علينا، يعني هذا الكلام ما بينقال من بعد ما يكونوا الشباب راحوا صغيرين، وبالعصا الأمريكية الغليظة إلى الناقورة لترسيم الحدود بعد 10 سنوات من التأخير، ولا بيكونوا نفذوا كل التسهيلات المطلوبة بعد انفجار المرفأ وانفجار عين قانا، والإشارة إلى يعني المنشأة في منطقة الجناح قرب الضاحية. وأيضا الحكومة اللبنانية إنما تأتي اليوم موضوع التسوية مع الحريري تأتي من ضمن باكج ديل، يعني من ضمن صفقة كاملة، يعني بطنا نرى كيف أن اللواء عباس إبراهيم الذي هو بشكل أو بآخر صحيح هو رجل مسؤول في الدولة اللبنانية ولكنه ممثل للثنائي الشيعي في كل عمليات التفاوض التي تجري، كيف أنه يذهب إلى الولايات المتحدة ويستقبل بحفاوة، نعم، من أجل تسهيل أمور الأمريكيين، موضوع الرهائن في سوريا، وكيف أن يعني هناك تنازلات على كل الساحة يقدمها هذا في اليمن، تبادل الأسرى مع الحوثيين وإلى ما هنالك. وبالتالي لا، ما يجري اليوم إنما يجري ضمن تراجع واضح لا لبس فيه لكل محور إيران وحزب الله. هذا الأمر الذي جعل من السيد حسن نصر الله لا يجرؤ على الخروج ومصارحة جمهوره في كل موضوع الترسيم جنوبا، وبالتالي اليوم موضوع الحكومة إنما يأتي ضمن هذا الباكج الكامل. والدليل أنه منذ لحظة أن ذهب وأن أعلن الرئيس نبيه بري أعلنها حرفيا عن مفاوضات بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، بما يعني في اللغة الدبلوماسية والسياسة اعترافا بالحكومة الإسرائيلية وبدولة إسرائيل. منذ أن أعلن الرئيس بري هذا الموضوع بعد العقوبات وبعد الضربات، توقفت العقوبات فجأة بسحر ساحر، يعني كنا جميعا كيف توقفت يعني؟ توقفت لأنه من الواضح أن الأمريكيين أعطوا مهلة 100 يوم فقط من أجل إنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية، وتوقفت الضربات الإسرائيلية في العمق السوري فجأة، أيضا لمواقع حزب الله والحرس الثوري فجأة توقفت هذه الأمور من قبيل الصدفة. بتعرف أنه نحن منعيش صدف بالموضوع السياسي والعسكري والدبلوماسي، والشباب يعني عمليا كانوا رايحين بالعصا بشكل كامل على كل التنازلات والتقديمات. إنما سيد الكريم كل ما قلته لا يخفل عامل أساسي، وهو ما يخفله الرئيس سعد الحريري اليوم، رغم أني أتمنى له كل التوفيق. هو يخفل خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز، قالها بشكل واضح: لبنان لن يعرف الاستقرار والازدهار في ظل وجود سلاح حزب الله. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني بكل بساطة أن لا مساعدات عربية ممكنة للبنان في ظل هذا السلاح، وبالتالي لبنان لا يمكنه أن يعول على 5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي الذي يتبع للجو الأمريكي الذي قال لن يقبل بحكومة يشارك فيها حزب الله،
ولا يمكنه أن يتكل على رقم مماثل من مؤتمر صادر، لأن مؤتمر صادر أيضا فيه مليار دولار من السعودية ونصف مليار من الإمارات وغيرها من الكويت وغيرها من الدول، وبالتالي علينا أن ننسى الأموال العربية. شو بيعملوا بلبنان؟ 6 7 8 مليار دولار لبلد مكسور بحدود ال 140 150 مليار دولار، وهودا عم نحكي على 3 سنوات. وبالتالي إمكانية الإنقاذ في لبنان بالشراكة الحكومية مع حزب الله وبطرق حزب الله مهيمنا على الواقع أمر مستحيل. يعني هنا المشكلة الكبرى، حزب الله كان يملك أو يفترض أنه يملك الأكثرية النيابية، وكان كل يوم والتاني بيقولوا لنا ممنوع، يعني قيل لسعد الحريري ولمصطفى أديب لا يمكنك أن تتجاوز الأكثرية النيابية. طيب يا أخي الكريم، معكم الأكثرية النيابية، شكلوا حكومة لحالكم واحكموا لحالكم، مين منعكم؟ طالما الأمور هيك، لماذا قلتم أنكم لن تكرروا تجربة حكومة اللون الواحد؟ لأنكم فشلتم وغير أهل للحكم. واليوم يريدون من سعد الحريري ما يشبه الغطاء، يعني أن يؤمن لهم حكومة حسان دياب، بمعنى ما يريدون من سعد الحريري. يا أستاذ طوني، أم أن فعليا سعد الحريري هو غطاء؟ وكان في نقطة خلاف عندما تحاورت مع الأستاذ فيصل عبد الساتر بتصريحات سعد الحريري، أصر على أن الحكومة التي سيشكلها أو شكلها حكومة اختصاصيين غير حزبيين، بينما الأستاذ فيصل يقول لك لا، الحزب ما لم يعطى لأديب ودياب لم ولن يعطى لسعد الحريري. سيد الكريم، حكومة حسان دياب كانت أيضا حكومة من متخصصين غير حزبيين برئاسة حسان دياب، سيفعلون الأمر نفسه. القوى السياسية تسمي ممثلين عنها يقولون أنهم متخصصين وغير حزبيين، إنما يكونون تابعين للقوى والأحزاب التي عينتهم. وسيد الكريم، هناك أسماء معروفة باتت في لبنان. إذن هنا هذا الموضوع يعني ينطبق على الجميع، مو بس حزب الله أو الثنائي الشيعي. صحيح، ولذلك سعد الحريري اليوم عندما تحدث قال كلاما واضحا، سألوه عن سر الإيجابية في كلامه فأجاب إنها البداية، وإذا كانت مصلحة البلاد تتطلب تفاهما مع الجميع فمن المفترض تغليب مصلحة البلد. ماذا يعني؟ يعني أنه سيذهب لإعطاء جبران باسيل ما يريده وغيره ما يريده، وبالتالي هنا لب المشكلة. نعود إلى حكومة مماثلة لحكومة ما قبل 17 أكتوبر 2019، مطابقة مع تغير الوجوه. طيب اسمح لي بس عند هالنقطة أتوقف يا أستاذ طوني وأعود إليك بعد قليل ليشترك معنا من جديد. أرحب بك معنا الأستاذ أسعد بشار، الكاتب والمحلل السياسي. ما الملامح التي تقرأها في حكومة سعد الحريري اليوم؟ عود على بدء، لا أرى أي تغيير حقيقي أو جوهري في عملية تشكيل الحكومة، سواء من حيث الشكل أو النهج، إلا من بعض غطاء فرنسي باعتقادي سيبقى يتيما، لأن الترجمات في عملية سواء نجح التشكيل أو لم ينجح، الترجمات الفشل أو النجاح ستكون نفسها. سواء كان لدينا حكومة برئاسة سعد الحريري تضم كامل أو معظم أطياف هذه المنظومة، ستعود هذه الحكومة لتكون مجموعة متاريس من داخل على المحاصصة والخلافات وعدم الاتفاق على الحد الأدنى الممكن للإنقاذ الاقتصادي، لسيما وأن البلاد تحتاج إلى عملية جراحية حقيقية بموضوع الاقتصاد والنقد والمال، لأن لبنان أصبح تحت خط الصفر بهذا الموضوع. هناك استحقاقات كبرى، هناك اتفاق ملزم يجب أن يحصل مع صندوق النقد الدولي. من هذا الاتفاق إذا حصل يمكن الانتقال إلى مؤتمر صادر وغيرها من دول مؤتمرات دول المانحين. يدخل هو الاتفاق مع صندوق النقد من الآن. يقول حزب الله دعنا من هندسات الحكومة التي ستفرض على سعد الحريري، نفس الهندسة ستفرض على سعد الحريري، ولكن لو سلمنا جدلا أن سعد الحريري، الرئيس سعد الحريري قبل بهذه الهندسة القديمة التي تعيد استنساخ حكومته السابقة في ظل تسوية، يعني نيو تسوية. طيب أصبح لدينا حكومة، طيب إذا لم يكن تكن أصبح لدينا حكومة ونجحت المبادرة الفرنسية أو ورقة المبادرة الفرنسية شكليا، لا نستعرض هذا النجاح أو الفشل كيف يمكن أن يحصل.
طيب أصبح لدينا حكومة. حزب الله يقول له منذ الآن لست مطلق اليدين، كل اتفاق مع صندوق النقد هو على القطعة. هناك معارضة لعملية تحرير سعر الصرف، معارضة لعملية الخصخصة، معارضة لعملية تصغير القطاع العام، يعني معارضة لكل الخطوات التي هي تعبير عن عملية جراحية يفترض أن تحصل. طيب كيف يمكن أن يقلع سعد الحريري؟ هذا إذا تجاهلنا الجانب السياسي. هناك فيتو عربي ودولي على أي حكومة ستشكل وبشروط حزب الله، أي لمصلحة حزب الله، لأن الحزب ليس فقط حزبا لبنانيا عاديا وطبيعيا يعمل في السياسة. الحزب هو أداة لإيران في كل المنطقة. الحزب ليس فقط أداة لإيران في عملية تحريك جبهة الجنوب والوصول إلى المتوسط. الحزب أداة لإيران في اليمن، في العراق، في سوريا، وهو يقاتل الآن هناك ويدرب في اليمن ويتدخل في العراق. هذا معروف ومفهوم، مفهوم للجميع. في جزئية بدي أسأل عن حضرتك، بكثير من التحليلات أجمعوا عنها، عن أن سعد الحريري من شبه المستحيل أن يقبل بالتكليف حتى مع الضغط الفرنسي والمبادرة الفرنسية إلا بضوء أخضر سعودي، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن الأموال التي حرم منها لبنان في الفترة الماضية ستعود، سواء من بوابة السدر أو من غيرها. ما رأيك؟ إن الجمر يكوي في مكانه. لقد كوي اللبنانيون من هذه الرهانات وهذه المخاطرات الكبيرة التي بدأها الرئيس سعد الحريري بالتسوية الرئاسية. يومها قال أنني أخذت ضوء ما يشبه الضوء الأخضر السعودي أو الأمريكي أو الفرنسي. ماذا كانت النتيجة؟ كانت نتيجة تسوية، هي أبعد شيء عن التسوية. تم استباحة الدولة تحت نظر ميشيل عون ورئاسة سعد الحريري الحكومة وتقاسم كل الأحزاب لهذه الحكومة، قاموا بالمحاصصة. كان الوضع منهارا منذ العام 2012-13، الوضع المالي مقلق جدا، استمروا بنفس النهج، استمرت الصفقات والسمسرات. طيب قيل يومها أن هناك ضمانات. طيب لم نعرف عن السعوديين إلا أنهم قالوا له افعل ما تريد ولكن على مسؤوليتك. هذه المسؤولية أنتجت تسوية رئاسية أوصلت لبنان بثلاث سنوات، سرعت الانهيار بثلاث سنوات كما لم تسرعه السنوات العجاف الماضية. ماذا حصل؟ اليوم نكرر التجربة من باب يعني شرب السم على باب التجربة. هل يشرب أحد السم من باب التجربة ولا يتوقع النتائج؟ باعتقادي أن اختصارا هنا، سعد الرئيس الحريري ليس مطلق اليدين في عملية تشكيل الحكومة. هندستها ملتوية بمعنى، وقالها هو بالقصر الجمهوري، حزبيين غير حزبيين مستقلين. طيب أنا الرئيس نبيه بري وأنا لن أرشح لك علي حسن خليل أو أعضاء في حركة أمل، أنا أرشح لك أصدقاء من الذين هم أكثر ولاء لي وأضعهم في هذه الحكومة، أيضا حزب الله، أيضا عون، أيضا أيضا هؤلاء غير حزبيين ولكنهم وزراء تابعون بالنهاية لهذه القوى السياسية. يعني هذه القوى السياسية ستتقاسم هذه الحكومة. وحينها يمكنك أن تتصور حجم خطورة النهج الذي سيضاعف الخطر على لبنان، لبنان الساقط. طب أمام هذه المعادلة وهذه الرؤية يا أستاذ أسعد، كيف سيتمكن سعد الحريري بهذا الشكل من إنقاذ لبنان من الانهيار؟ وقال أمامنا، قال حرفيا سعد الحريري، أمامنا فرصة وحيدة وأخيرة أمام لبنان. أولا اللهم ارزقني هذا التفاؤل الذي يتحلى به الرئيس الحريري والثقة. لو كان لدي هذا التفاؤل وهذه الثقة بأن الأمور، خواتيم الأمور ستكون على هذا النوع من الكمال لكنا حققنا إنجازات على مستوى العالم. ولكن للأسف الأحلام والتصورات تختلف عن الواقع. هناك مشروع إيراني في لبنان يعتبر أن ورقة الحكومة، رئاسة الجمهورية الأكثرية نيابية، هي أوراق متينة بيده ليفاوض بها مع الأمريكيين. إذا أراد الرئيس سعد الحريري أن يجرب حظه وأن يكون رئيس حكومة هذا المشروع عن نية صافية يعني وليس عن سوء نية، على أمل أن يحقق شيئا ما وأن حزب الله سيتجاوب معه، لا أعتقد أن حزب الله يعمل بالعواطف. لا أعتقد أن حزب الله الذي أباح لحلفائه تحت نظره أن ينهبوا هذه الدولة والبعض منهم جيروا له كل هذه الخدمات، لا أعتقد أن حزب الله الذي يطلق العنان لعملية التهريب عبر الحدود إلى سوريا ومن كل المرافق الشرعية وغير الشرعية يهم الدولة. باختصار مشروع حزب الله هو نقيض وجود دولة قوية،
دولة قوية هي نقيض وجود السلاح غير الشرعي والمشروع الإيراني في لبنان. مفهوم. على حريري خلال أن يكون قد عرف كل هذا لكنه يحاول، لا بأس فليحاول ولنرى النتائج. بالمناسبة وسؤال على جنب لخص له بالحلقة من فترة استدعاك فرع على ما أظن الجرائم الإلكترونية. صح. الأمور بخير الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحقيقة بلبنان يعني بلد عصي فيه الحرية ليست مصانة بقرار من أهل السلطة، لو استطاعوا لأجهزوا على كل الناس. هذا الموضوع باختصار، أننا تكلمنا عن فساد البواخر وقطاع الكهرباء في لبنان. فزعل وزير يعني مساعد الوزير جبران باسيل سيزر أبخي واشتكى علينا للقضاء 400 شخص منهم ثلاثة اختاروهم نائب. 400 شخص فقط؟ والله متواضعين. منذ 6 سنوات الآن القاضية غدا عون التي عطل عون التعيينات القضائية من أجل أن تبقى في موقعها هي التي أعادت تحريك هذا الملف، ولكن لا نعبأ بكل هذه الملاحقات. بتمنى لك كل السلامة يا أستاذ أسعد، ودائما تضل صوت حر ودائما على الشاشات. أستاذ فيصل عبد الساتر، بالتأكيد لديك ردود لكل من الأستاذ طوني والأستاذ أسعد، ولكن خليني أسألك بجزئية ورد كمان بالنقاط اللي بتحب ترد عليها. اليوم معروف أن في لبنان هناك لاعبون محليون يفرضون معادلات معينة لأجندات إقليمية، وهناك لاعب إقليمي، وهناك أيضا البيج بوس اللاعب الدولي الكبير وهو الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال لحضرتك باختصار، هل يمكن إنكار أن كل ما يحصل في لبنان حاليا بعد سلسلة الأزمات والوصول إلى شبه الانهيار الاقتصادي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير دفة الأمور عندكم؟ يعني أولا أتمنى أن يكون هناك عدل في توزيع الوقت، يعني وأنا لا أريد أن أتدخل. خذ وقتك طيب يا أستاذ فيصل، ما أنا بديت معك كمان. لا يعني ما أنا عم أشوف الوقت، يعني ما ساعتي قدامي، يعني خذ وقتك حبيبي، خذ وقتك. أي ماشي. أولا يعني علينا أن نقلع عن هذه اللغة التي أصبحت كليشيه، كلما نريد أن نتحدث في الساحة اللبنانية نحول الأمر إلى أن حزب الله أداة في يد إيران. على أساس الآخرين ما شاء الله السيادة والحرية عم تنقط منهم والاستقلال، يعني هذا الكلام لا يستقيم مع معالجة الأمور السياسية في لبنان. الكل يعلم أن الانقسام في لبنان هو انقسام سياسي حول مشروعات سياسية وخيارات سياسية كبيرة في المنطقة بدأت تتسع أكثر فأكثر مع ما ضرب العالم العربي من انفجارات سميت بالربيع العربي، سميت بالثورات، سميت مش عارف شو إلى آخره. لكن هذا الأمر أحدث تصدعات كبيرة على هذا المستوى. ثانيا، زاد الطين بلة أن فلسطين تباع بالمزاد العلني من قبل أنظمة عربية يظنها البعض أو يحاول أن يصورها البعض على أنها أنظمة ما شاء الله، يعني أنه عندما نستشهد بالملك سلمان على أساس الملك سلمان يعني أصبح أحد الخلفاء الراشدين أو أحد الصحابة الميامين أو أحد الأئمة المعصومين، أن حزب الله هو الذي لا يريد استقرار لبنان وأن استقرار لبنان لا يمكن إلا أن يكون خارج حزب الله. أولا يعني هو لا أحد لا أظن أن عاقل يقول أن حزب الله لا يريد استقرار لبنان، بالتأكيد يريد استقرار لبنان، ولكن يهمه بالدرجة الأولى أن يبقى مهيمنا على لبنان. لا 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 اسمح لي فيه. هذه موضوع الهيمنة على لبنان هذه شلوها من بالكم. لو كان حزب الله يريد الهيمنة على لبنان لكان ما هو مهيمن اوريدي يعني استاذ فيصل. لكن لا 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 هذا كلام، هذا ايضا يعني جزء من هذه البروباغندا المستمرة. طيب لو كان حزب الله مهيمن على لبنان لماذا سمح للحريري ان يستقيل؟ لماذا يريد ان يعود الرئيس الحريري او عاد الرئيس الحريري مرة اخرى بعد سنة وخمسة ايام؟ لماذا هذا الكلام عن معارضين جدد بالامس كانوا في الحكومات واصبحوا الان معارضين ينظرون على الناس بانهم اصحاب قرار سيادي وان حزب الله؟ عن مين عم تحكي هون تحديدا استاذ فيصل؟ عن القوات اللبنانية، عن حزب التقدم الاشتراكي، مفهوم، عن بعض الصحفيين والإعلاميين اللي عاملين لمنظمات مجتمع مدني وعم بيناظروا على العالم بالحريات، وهن دائما كانوا بطانات لوزراء، بطانات لقوى وأحزاب، ومعروف تاريخهم يعني ليس جديدا. لكن لنكون موضوعيين، المشكلة في لبنان هي أعمق بكثير من أن نطلق بعض الشعارات كالذي تحدث به ضيفك الأستاذ طوني، وبدأ يخلط عباس بدرباس
وأصلاً ليس هناك من أي اتصال بين كل الذي تفضل به وبين المشكلة الحقيقية. طيب إذا كانت أمريكا تجبر حزب الله وحركة أمل صاغرين على ما أسماه أنهم ذهبا إلى المفاوضات، لماذا لا تجبرهم على أن تأتي الحكومة وفق ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا لا تجبر هذا الثنائي على اختيار رئيس حكومة تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا لا تجبر كذا وكذا؟ لماذا لا تجبر حزب الله على أن يتخلى عن سلاحه؟ لماذا لماذا؟ طيب كل هذا الصراع موجود الآن، يعني حب الأستاذ صوني لخصه هيك بعبارتين وأعصار يعني يخلط الأمور ببعضها، بس يعبر عن غضبه وأضغاث الأحلام اللي انتهت دون أن يحقق أي شيء. أفهم هذا الغضب وأقدر يعني ما وصلت إليه الأمور على بعض المراهنات من قبل الأستاذ طوني أو الأستاذ أسعد أو فيصل أو أحمد أو أي أحد في لبنان، ربما كانت هناك رهانات كبيرة، أمال كبيرة، لكن هذا هو لبنان، لا يستطيع أحد أن يخرج من هذه الدوائر. عندما قلنا علينا أن نقارب الأمور بمنطق وواقعية، هذا لا يعني أننا نريد أن نثبت العزائم ونحبط من اللبنانيين. كلنا يطوق أن يكون البلد ديمقراطي وأن يكون البلد لديه القدرة في التغيير والتخلي عن الطائفية والتخلي عن المذهبية، بس هود بنكتبهم بمقال، نكتبهم بنشيد، نعمل يعني نشيد وأغنية. والله والله بهالنقطة يعني ما فيني إنكر إنه معك حق، إنه معك حق. إيه. فيني أعمل فيهم على دلعونة ولبنان يا قطعة سما وما بعرف شو، كلهم هودي فينا نحكيهم. لكن الذي يحصل في لبنان أصبحت هناك المشكلات متداخلة، كنا نريد الميثاقية على أساس مسلم مسيحي، صارت الميثاقية سنت شيعي ودردي وكاثوليكي وبروتستانتي وإنجيلي وعلوي، وبعد شوي رح نجيب الملحد كمان يصير جزء من الميثاقية. هذا هو البلد. عندما قلنا أن الأمور لا يمكن أن تذهب بهذا الاتجاه، بيطلعوا بيقولوا لك أنه حزب الله يشرع نهب الدولة ويشرع لحلفائه سرقة الدولة. يا أخي، أنتم الآن الذين تتقولون على حزب الله كل هذه الأقاويل وأنتم تعلمون أن هذا كذب وافتراء وليس له أي أساس من الصحة، تقدموا وقدموا لنا ملفات تتحدث عمن سرق البلد. إذا كان حزب الله من الملفات عندكم يا أستاذ فيصل، ليش ما عم تتقدموا فيها؟ لا 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 يا سيدي، النائب عن حزب الله حسن فضل الله صار مقدم إلى القضاء اللبناني، صار ملوح، صار ملوح ملوح. هناك فرق بين التلويح بالملف والتقديم. لا 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 لا، شفت أنت أيضا تذهب بالبروباغندا. لا لا لا، أنا عم بحكي هلا وقائع، وقائع أستاذ فيصل. يا سيدي، حزب الله تقدم بأكثر من 10 ملفات إلى القضاء اللبناني، حتى الآن لم يبت بأي ملف. في ملف على الام تي في، القناة التي تتحدث عن التغيير وعن الحرية، وهي التي كانت تسطو على أموال الدولة اللبنانية عبر شبكات الإنترنت الغير شرعية، حكم عليها القضاء اللبناني بشيء بسيط وبرئت من القضية. شو بيعمل حزب الله؟ بيروح بيقول له لا، انه انتم لازم تتحاكموا اكثر. هلا بيرفعوا عليك دعوة الام تي في يا استاذ فيصل، انتبه. لا، انت بتحمل مسؤولية كلامك بهالامور. عم بعطي. لا يا اخي، بهذه قضية اقرت بالقضاء، شو بطلع انا بقول للقضاء اللبناني انت مغلط؟ طيب حكم فيها القضاء اللبناني، ما الذي يفعله حزب الله اكثر من تقديم ملف؟ طبعا المسألة ليست بملف، يعني طيب. أنا زكت مثال. طيب مش بس ما بدنا نتفرع كتير، موضوع الفساد أيضا يعني يحتاج حلقات. إيه. أستاذ فيصل، إيه حتى لا تتفرع. إيه ملخص كلامك ماذا؟ بس مشان عندما نتهم، مشان أعطيك كل وقتك لألك، عندما نتهم أعطيك وقتك الكامل لألك، ماذا تريد أن تقول؟ لخص لي فكرتك أستاذ فيصل. أريد أن أقول لنبقي هذا الخلاف، هذا السجال حول ما هو قائم، أن نكبر المشروع، وأن إيران أداة لحزب الله، أداة لإيران في اليمن وفي العراق وفي مش عارف شو وهنولولو، كل هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع اللبناني. ليس لإيران أي علاقة في أن تعطي قرار لحزب الله في موضوع أن ينتخب أو لا ينتخب، يسمي أو لا يسمي، يشكل أو لا يشكل. نعم، حزب الله حليف لإيران في قضية أساسية لها علاقة بالمقاومة ضد العدو الإسرائيلي. إذا كان بعض الطيوف أو بعض الشخصيات في لبنان تريد أن تصبح
يصبح الكيان الإسرائيلي صديق للبنان فليخرج ويقول هذا الأمر علنا. إذا كان المطلوب ترك الحدود اللبنانية بدون ترسيم وعن الاستفادة من حقول النفط والغاز تحت عنوان أن هناك مفاوضات مباشرة، هذه ليست مرة الأولى. لماذا يتهم حزب الله أو حركة أمل بالموضوع؟ هذا الأمر له علاقة بالدولة اللبنانية وبسيرورة. ولو كنت عرقلت هذا الموضوع لقال باقي الفرقاء حزب الله، شوفوا حزب الله وحركة أمل الثنائي الشيعي بعز أزمة لبنان الاقتصادية عم يحرمنا. بالضبط. أولاً التفاوض هو ليس مع حزب الله وحركة أمل، التفاوض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمثل الدولة اللبنانية. وعندما بدأ هذا التفاوض لم تكن هناك حكومة في لبنان، وعندما صار هناك حكومة في لبنان أعطي هذا الملف إلى الرئيس نبيه بري بالتوافق بين كل الأطراف. وعندما وصلت الأمور إلى الاستحقاق الدستوري الذي له علاقة بالحق الدستوري لرئيس الجمهورية، خرج الرئيس بري يقول أننا وصلنا إلى ما يسمى اتفاق الطار، وهذا الأمر يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية فليتفضل رئيس الجمهورية. وحصل الخلاف بين الثنائي. لو كان الثنائي مع هذا الترسيم كيفما كان ومع التفاوض كيفما كان، لماذا أصدر بيانا عندما ألف رئيس الجمهورية وفدا وأشرك فيه مدنيا أو مدنيين؟ اعترض حزب الله وحركة أمل، اعترض حزب الله وحركة أمل على هذا الموضوع دون أن يصبح يعني دون أن يكبر من حجم الخلاف حتى لا يذهب إلى انقسام سياسي في البلد، علما أن التفاوض كان موجود في 2006 في 2000 وكي لا يزداد أيضا الخناق الاقتصادي وكماشة الولايات المتحدة. أستاذ فيصل، أرجو أنك أخذت وقتك بشكل كافي بالرد وبتوضيح وجهة نظرك. أستاذ طوني تفضل. يعني بداية بموضوع الوقت الكافي بدي أذكر ضيفك أنه أخذ 20 دقيقة بالأول، أنا والأستاذ أسعد مجموعين أخذنا 18 دقيقة وهلأ أخذ هو 9 دقائق. طيب. عمليا هو أخذ وقت أكثر من 2. ما في مشكلة، ما في مشكلة. يعني لا بس عودة كرمال التباكي يعني. ثانيا من يسمع ضيفك الكريم تعرف هاي ضربني وبكى وسبقني واشتكى عم بيحكي عن موضوع الميثاقية، من فرض هذه المقولة السخيفة والباطلة دستوريا هو حزب الله في العام 2006 عندما انسحب من حكومة فؤاد السنيورة وقال إنها لم تعد ميثاقية، وعندما فرض هذا الموضوع في اتفاق الدوحة بعد 7 أيام. قبل ذلك لم يكن في لبنان أحد يتحدث عن الميثاقية. الميثاقية هي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي كل هذه البدعة هي شغل حزب الله. أما كل الـ يعني فعلا ما تحدث به هو بعيد عن المنطق وعن الواقع السياسي وعن كل ما يمت إلى العقل بصلة. اليوم بكل بساطة سيد الكريم، يعني حزب الله هناك تحالف مع إيران في موضوع المقاومة بوجه العدو الإسرائيلي. خي شو عم بيعملوا باليمن؟ لا يقتلوا الشعب السوري وين كانت إسرائيل هناك؟ أم حماية النظام السوري من المسلمات، وبالتالي بيستعمل إيران بتستعمل ميليشيات شيعية هي أشبه بمرتزقة تتقاتل بالدول العربية. شو عم بصير؟ هيدا كله اليوم حزب الله هو فرع من الحرس الثوري الإيراني ينفذ الأجندة. وبدي غلطك، لا، حزب الله لا يعنيه الاستقرار في لبنان، يعنيه بملف. بس هذا الكلام يا أستاذ طوني للموضوعية لنكون منصفين، ألا ينطبق أيضا على جميع الفرقاء السياسيين؟ لا، ما في حدا بلبنان عنده سلاح وعنده يعني يقول علنا نحن نأخذ مالنا وسلاحنا وكل ما لدينا من إيران. لا، ما في حدا تاني، ما في حدا لليوم بعده بيقبض معاشات المقاتلين عنده بالدولار. حزب الله هو اللي بيعملها. ومن يمنع اليوم الإصلاحات في لبنان من مرفق بيروت وفي مطار بيروت وفي الحدود السائبة، ومن منع يعني نتحدث عن الترسيم جنوبا ونحن كلنا بدنا إياه، عم نسأل ليه تأخرنا 10 سنين، من يمنع الترسيم في كل الحدود البرية مع سوريا شمالا وشرقا وصولا إلى مزارع شبعة لإبقاء هالشماعة هو حزب الله بالشراكة مع النظام السوري. هذا حزب آخر ما يعنيه لبنان. لما بنسألهم عن هالنقطة بيقولوا لك أمام الأمم المتحدة أمام الجميع. وليد المعلم قال مزارع شبعة أراضي لبنانية ولا خلاف مع النظام السوري على ترسيم الحدود. أبدا لم يتقدم طلب لبنان ورقة من سوريا، ورقة تفيد أن هذه الأرض لبنانية. سوريا رفضت
أن تتقدم بأي ورقة رسمية إلى الأمم المتحدة. عودة التجار وفاسدين، ما يجري اليوم عملية تمويه كبيرة، هو يزايد، يقول إنه العرب بدهم إسرائيل وغير إسرائيل، بوقت فيلة القدس ما بحياته عرف طريق إسرائيل، وكل هيدي المزايدات ما بقى تنفع أبدا يا سيد الكريم. اليوم كل المنطقة تبحث عن السلام، وأقول السلام، السلام داخل سوريا، السلام داخل العراق، السلام يعني مش بعرقلة حكومة القازمة بالعراق، السلام باليمن، صرنا نحن عم نبحث عن السلام داخل الدول العربية بمقابل نظام تصدير الثورة أي التخريب إلى الدول العربية. هذا النظام الإيراني لم يقاتل إسرائيل يوما في لا في القدس ولا على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا نظام يتاجر بكل العرب من أجل تصدير التخريب لهنيك. واليوم في لبنان، طب هل ننسى أنه عندما في 2006 لم يبقى أحد في الكوكب ولا أحد من اللبنانيين إلا وحمل ما حصل لمسؤولية ما حصل لحزب الله؟ يعني لما بيقاوم ولما بيضرب ولما بيستهدف إسرائيل بتقولوا عم بيدخل البلد أي لبنان بحرب هو بغنى عنها مستهترا بكل شيء. يا سيد الكريم فلنعد إلى التفاصيل. عملية لو كنت أعلم في 12 تموز 2006 ما حصل بكل بساطة يوم ذاك، عد إلى الأرشيف، أنه في تقاطع كانت إيران تفاوض فيه في الملف النووي، في تقاطع كانت تريد أن تحرف الأنظار عن يعني زيارات كانت مفترضة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلبت من حزب الله أن يفتح الإشكال هنا، لم يكن يتوقع أنه سيقود إلى حرب كبرى بهذه الشكل. حزب الله لم يقم بأي عملية يوما من أجل تحرير سنتيمتر واحد لا من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا حتى من مزارع شبعة. يعني فلنكن واضحين، المطلوب اليوم كان تعليق، يعني إبقاء الساحة اللبنانية ساحة مفتوحة لمن يفاخر أنه يحتل 4 عواصم عربية وأن حدوده وصلت إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط وأنه بات على مرمى حجر من الحدود الجنوبية واكتمل الهلال الشيعي. طيب هي وضحت باختصار شديد، وسعد الحريري وما يحصل الآن وحكومته، حكومة التكنوقراط، حكومة الاختصاصيين اللاحزبيين. نعم، السؤال الكبير هنا هل سيكون بمواصفات الوزراء أنهم مستقلون أو لا؟ لأن هذه الصفة لم نسمعها اليوم من الرئيس سعد الحريري. صحيح، كان يتحدث عن حكومة من الوزراء المستقلين المتخصصين، راحت هيدي الصفة، صاروا غير حزبيين متخصصين، وبالتالي وكأنه يقول ضمنا يمكن أن يكونوا يعني غير مستقلين أي تابعين لأحزاب. السؤال الكبير هنا، هل سيجرؤ سعد الحريري على خوض المواجهة بمعنى فعلا ألا يكون حزب الله ممثل بالحكومة وألا يكون الأطراف حكومة محاصصة؟ الأمر الثاني، هو يريد الذهاب إلى صندوق النقد الدولي والتزم بذلك أمام الفرنسيين والرئيس ماكرون. السؤال، هل هو سيذهب فقط في اتجاه فرض الضرائب على اللبنانيين ورفع الدعم وتحرير سعر الصرف وإلى ما هنالك، أم سيجرؤ إلى الذهاب إلى الإصلاحات الجذرية في الكهرباء والمرفأ والحدود وإلى ما هنالك؟ هنا بيت القصيد سيد الكريم، هذه هي 10% الخلاف الذي أبقاها حزب الله سيفا مسلطا فوق رأس سعد الحريري. أستاذ أسعد، هل سيجرؤ؟ بس رح أقول لك يعني بصياغة أخرى، ليس هل سيجرؤ سعد الحريري، هل يريد أصلا سعد الحريري؟ قبل ذلك اسمح لي بدقيقة لأنه الوقت صار مداهمنا. بالتأكيد الزميل ساستوني يعني شرح بشكل مسهب رد على صديقنا فيصل، وفيصل مهضوم يعني طريف وظريف لأنه أحيانا يصدق ما يقول. أنا بدي أطلب من أستاذ فيصل أن لا يتعب نفسه ويعارض سيد حسن نصر الذي قال نحن جزء من محور. هذا أمر ثابت بلسان سيد حسن نصر الله. كفى نقاشا في هذه النقطة. إذا وراتبي شخصيا وراتب المقاتلين من إيران، ولا تخافوا، ما دام في فلوس بإيران معناتها نحن عندنا فلوس. خي انسى الفلوس وانسى التمويل والسلاح وغيره، نحن جزء من محور. بعدين بدي اقول له لفيصل انه طبعا مع العلاقه ما بين ايران وحزب الله هو يعني علاقه فقط بوجه العدو الاسرائيلي، وجه العدو الاسرائيلي بعدن ببغداد
بالقازمية بحلب. العدو الإسرائيلي كان عنده حلب، دم يعني دمروا كل مدينة العدو الإسرائيلي حلب، إيران وحزب الله. فكفى استخفافا بالعقول بالقول باختزال دور حزب الله لأنه فقط عملية مقاومة. هي وضحت، بس سامحني لأنه مضى الوقت. بسؤالي بالنسبة للحريري وحكومته، ورح أعطي ما تبقى من وقتي لفيصل، لا مشكلة، نحن وياه مش قاسمين. لا بس خلص وقت الحلقة، باقي عندي دقيقة واحدة لك أستاذ أسعد. بالنسبة للحريري وحكومته، الصعوبات التي سردها طوني هي الصعوبات الحقيقية. هل سيسمح للحريري بأن يقوم بكل هذه الإصلاحات؟ أنا أشك جدا بذلك. لذلك هو دخل للأسف مرة أخرى في حق الألغام. أرجو له. هل هذا بالضرورة يعني أنه لا أموال، لا مساعدات للبنان؟ المدخل اتفاق مع صندوق النقد. صندوق النقد يقدم وجبة متكاملة، ليست منيو على كارت بتنقي منها البدكية يعني هناك وجبة إصلاحات هائلة يجب أن تعتمد. إذا لم تعتمد بحكومة موثوقة قادرة على أن تقوم بإصلاح من دون فساد، من دون فشل، من دون انهيار إداري، إذا لم يحصل هذا الأمر ليس هناك أي مساعد. أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا الأستاذ أسعد بشار الكاتب والمحلل السياسي. أشكر الأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي والأستاذ طوني أبي نجم الكاتب والمحلل السياسي، ضيوفي جميعا من بيروت. شكرا جزيلا لكم على المشاركة. شكرا أكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. ألقاكم الأحد المقبل إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة بأمان الله.